Bonjour, مرحبا بكم عندنا في لو بوب ستور باي جو شوب. دونك جو شوب بوان ايما هو لو بروميير سيت ديال ديبو فونت ان لين دو لوكس اللي هاد العام ولا تيجمع لي كرياتور ايغالمون ولي ستيليست مغربيين. وهاد العام حاولوا يديروا ان بوب اب ستور في لو بالاس تاعي باش نلبسوا لي ديفيرونت ستار ماروكين اللي غيدوزوا في تابي روج. دونك لو بوب اب ستور شنو هو؟ هو واحد اون بوتيك افيمير اللي تتكون محلوله في لا بيريود دو فيستيفال. وهاد لا بوتيك شنو فيها؟ فيها بلوزيغ كرياتور ماروكان، دي ستيليست كي ريفيزيت اوسي لا مود ماروكان، دي بيجوتيي و ايغالمون دي ماروكيني. دونك انا غنجيبكم معايا لو بوب اب ستور باش نقدم لكم دونك لا ستيليست كي سوكيب دو بوب اب ستور كي هين بن يحيى. مرحبا بكم معنا في لو بوب اب ستور ديال جو شاب. اذا انا هي اللي هين بن يحيى كنتكلف بالستيليزم باش مثلا كيجيو عندي الناس اللي هما كيدوزو فوق لو تابي روج، وانا كنتكلف نصيحة يعني دايرين بينا كما تشوفوا تبارك الله العديد ديال المصممين، كل واحد والشكل ديالو، كل واحد والستيل ديالو. فمني كتجي عندي انا هاد السيده اولا هاد السيد اللي غادي يدوز ستار ديالنا مغربيه اولا ماشي مغربيه، هي شنو كندير؟ كنجي كنشوف الشكل ديالها وكنشوف كيفاش المورفولوجيا ديالها، وعلى اساس هاد المسائل هادي كنشوف شنو غادي يواتيها. البشره ديالها غتجي مع هاد اللون، الفصاله ديالها غادي تجي مع هاد اللبسه، وبهالطريقه كتكون هي ماشيه فوق داك التابي روج وهي واثقه في نفسها والهليح شمنا كما تنقولوا. معنا كذلك كما قلنا دي كرياتور اللي هو هادشي كله اللي كتشوفوه مدير باليد، لا من اللباس التقليدي لا من ماشي غير تقليدي، كاينين شي ناس اللي ما كيرتاحوش في اللبسه التقليديه، كيكونوا هما كيفضلوا تكون شي حاجه اللي ما كتنقولوا روميه وكيعنقونا، كتعنقني وتبوسني وتقول لي انا عجبني الحال لان كانت واحد الغوندو ولا بريس هضرات وهضرات بطريقه ايجابيه جدا، وحسيت براسي يعني من كيفاش انا كنت يعني من بعد الاقتراح ديالنا هنا مشات وشافت ذاك الغوندو او المردود اللي كان، والناس كلها كتهنيها وكتقول لها جيتي زوينه وجيتي فنه وكيفاش جات معك هذه اللبسه وعلاش ما لبستيش شحال هذه بحال هكذا. كنفهموا واحد المساله اللي هي ان حيت برا ملي كيكونوا لي ستار اليترونجي كيكونوا دائما دايرين بهم بزاف ديال الناس بالنسبه للو لوك وليماج، لان الصوره اليوم عندها واحد الاهميه كبيره بغينا او لا كرهنا. الصوره ليماج اللي كنعطيو هي اللي كتجعل ان داك البرودكتور غادي يشوف ديك لاكتريس وغادي يقول ولا المخرج غادي يشوف ويقول هذا ولا بدا، ولا لي ماغازين غادي يصوروا هذيك غادي يديروها في لاكوفيرتور ماشي الاخرى، لان الصوره ديالها كانت جميله. برا كما قلت لك كاين تيكونوا دايرين بهم الناس، كتكون اون ايكيب كلها كتكلف غير بليماج ديال ديك السيده. حنا في المغرب هادو لي ميتي اللي ولاو عاد جداد عاد كيديفلوباو عندنا، فلذلك حنا كنحاولوا نديروا المجهود الكبير وباش نكونوا دائما مفتخرين بهم وتا هما يكونوا فوق داك التابي روج في احسن صوره. انا الدور ديالي هنا اوتونك ستيليست واوتونك كيفاش غادي نقول نصيحه يعني كونسيير او مود كونسيير اون ايماج. حنا دار ان بارتناريا داروا دي شوز مهم، حنا هنايا اون تنخدموا ان مارج دو فيستيفال دو فيلم، وحنا هنايا من لو بروميير جور حتى لو ديرني جور، والمشاهير كيدوزوا كيجيو لعندنا. انا الدور ديالي هنا انني تجي عندي لا بيرسون شكون ما بغات تكون، كنشوف ها شنو غيجي معاك ها شنو ما غيجيش معاك، اجي ندوزو لاكسيسوار كنشوف كنرجع باللور كنقول لها سير على بركه الله راك غادي تكوني مانيفيك.